كابتن عادل، ألف مبروك بالقضية الفنية، كولر يهزم علي مهر. يعني يعني اولا مبروك للنادي الاهلي، بدايه جيده في الدوري. لكن اهم خمس اسباب في فوز الاهلي على المصري بالترتيب كده: سرعه اداء اللاعبين رقم واحد، رقم اثنين تميز رضا وتاو من الاطراف، استغلال الفرص رقم ثلاثه، اداء علي ماهر رقم اربعه، طرد الباهر المحمدي خلى النتيجه تعلى. فالخمس اسباب دي لازم نعرف ان هم منهم ثلاثه بتوع النادي الاهلي. يعني سرعه الاداء، انا شايف الحركه بتاعت لعيبه الاهلي فيها خفيه، رغم ان هم جايين من مباراه وسفروا، لكن تقدر تقول ان هم جاهزين جاهزيه كويسه قوي في المباراه دي. رضا وتاو ميزتهم ان هم بياخدوا الكوره بيروحوا للاعيب، ودي حاجه كويسه قوي. ويمكن رضا عنده ميزه قلما تلاقيها في اللاعب، يعني لعيبه الزمن ده، اللي هو بياخد الكوره ويروح عكس اتجاه اللاعب، يعني بمعنى ان هو بياخدك في ظهره على طول. الحاجه الثانيه بقى اللي عجبتني امام عاشور النهارده. امام عاشور كان حلقه وصل ما بين نص الملعب والمهاجمين في كل حاجه. امام عاشور اولا عمل اثنين اسيست في النهارده، منهم الاولاني في فكر عالي قوي قوي قوي، كون ان هو يثبت الدنيا كلها على انه يشوط ويعملها بوش رجله في مساحه صغيره في حته قد كده عشان يخرج اللعيبه كلها ويخلي رضا سليم الجون مفتوح قصاده، ودي كانت حاجه كويسه. الجون الثاني رؤيه امام اللي هو رفع دماغه لفوق وعمل الكوره لونج باس، حاجه كويسه. في الاخر بقى يمكن استغلال الفرص دي كانت دائما بتقرقنا طول الوقت. احنا اتفقنا كابتن ايمن ودايما بنقول ان النادي الاهلي كل اللي بيلعب النادي الاهلي عنده البلان رقم واحد، البلان رقم اتنين لما بيجي يعمله النادي الاهلي بيستفاد منه اكتر من الفرق. بمعنى انت لما تيجي تلعب النادي الاهلي لازم تلعب زون ديفنس مع النادي الاهلي وبتلعب على المرتده، اكيد لازم نعرف كده. النادي الاهلي اقوى فرقه في مصر ويمكن في افريقيا، فلما تيجي تلعبها لازم تقابل لها حساب قوي. لما بيدخل فيك جون وبتيجي تهاجم النادي الاهلي فانت عارف ان المرتده والواحد ضد واحد بتزيد كتير، ومهاره لعيبه الاهلي اعلى وامكانيات لعيبه الاهلي اعلى. لكن اداء علي ماهر كان عليه علامه استفهام النهارده اكتر من علامه استفهام. بمعنى ايه؟ انا بتكلم من الناحيه الفنيه. اولا يمكن في بدايه المباراه نازل فتح الملعب مع النادي الاهلي قلنا اوكي ده بدايه وممكن بيكون بيعمل شخصيه لفرقه المصري الجديده، لكن انت لما تطلع الشوط الاولاني ومطرود منك عندك ثلاث انذارات في مدافعين ونص ملعب فلازم تخلي بالك كويس قوي. يمكن انت لو نزلتهم، ودي نقطه في التدريب، يعني اللي هو انت يا كابتن ايمن لما بالذات السرد باك، انت عارف الحكم لما بيجي يلجم فرقه عشان يكسب الفرقه الثانيه اول حاجه بيعملها بيدي انذارات للسرد باكات المفروض. لكن لما يكون عندك سرد باك انت يا علي ولعيب ديفندر تاني واخد انذار تاني ولعيب واخد انذار تالت، فلازم تبقى عامل حسابك في التغييرات، لازم تغير حد منهم او تغير اتنين منهم لانك هتعمل ريسك في ثلاثة. اهو جه المحمدي طرد مباشر اصلا، ما كرة صعبة جدا وطرد طرد صحيح 100%. الحاجة التانية لما تطرد منك واحد وانت متأخر كمان انت لسه فاتح الملعب، دي علامة استفهام في الفكر. هو طرد المحمدي كان طرد مباشر ولا انذار تاني؟ انذار يا كابتن. هو انذار تاني، انذار تاني، واخد انذار اول للشوط الاول. بس انا بقول انا من وجهه نظر ان كانت ممكن تبقى طرد، يعني يعني حتى الاعداد النفسي بتاع اللاعبين ما كانش جيد. أيوة. فانت دلوقتي لازم تعمل ايه؟ لازم تقفل الملعب طبعا، لازم تلعب. انت مش بتلعب اي فرقه، انت بتلعب النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي بطل افريقيا، النادي الاهلي فرقة قوية جدا، فلما تيجي تلعب النادي الاهلي لازم تقفل وتعمل زون. الريسك اللي بيعملوه احيانا المدربين، وده فكر كانوا بينتموا له، يعني كام مدرب في مصر اللي هو انت تعمل نتيجة جيدة مع النادي الاهلي تقدر تعيش عليها فترة طويلة، لكن لما تيجي تخسر من النادي الاهلي فده الطبيعي انك تخسر من النادي الاهلي. الكلام ده خلاص انتهى في الكورة، ما بقاش. انت بقى في اسباب، انت في بقى انت المفترض انك انت
تلعب مدافع كويس قوي مع جميع الفرق، يعني المان سيتي ولا الفرق الكبيره لما بيلعبوا فرقه اقل كتير قوي دول بيدافعوا لهم كويس، لازم يدافع علشان يروح يهاجم كويس. النادي الاهلي بيدافع دلوقتي كويس قوي عشان يروح يكمل ويهاجم، ولكن في الاخر النادي الاهلي النهارده يستاهل حاجتين فيهم شكر، نسيان مباراه السوبر صح، والاداء الجيد اللي عملوه النهارده وخاصه الشوط الثاني. والحاجه الثانيه المهمه، انت عندك مكاسب النهارده كويس. اولا كريم فؤاد، اهم مكسب كريم فؤاد، عوده كريم فؤاد نظر. عودته من الباب الكبير ان هو يجيب كمان هدف في اول رجوع ليه من فتره طويله قوي، وامام رضا. والحاجه الثانيه انتصار الصفقات، امام مع رضا عملوا اداء واداء متميز قبل ما الناس يتسلل لهم الحته بتاعت عدم الرضا والصفقات. فده مكسب وثقه لفرقه النادي الاهلي في القادم. والحاجه الثانيه والحاجه الثالثه بقى المهمه، انك انت خرجت من اللي انت كنت فيه، فمبروك للنادي الاهلي اداء ومكسب ولاعيبه جديده ورجوع لاعب مصاب زي كريم فؤاد.